بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لغاية عظيمة بيّنها سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الله جل وعلا الرسل لعباده، وأنزل عليهم الكتب، وأوجب عليهم الطاعة. وإن أعظم ما جاء به الرسل هو التوحيد، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي إلا دعا قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء التحذير من الشرك، لأن الشرك خطره عظيم وجرمه كبير، ولذلك تحبط به الأعمال. ويوجب الله جل وعلا للعبد إذا تعاطى شيئا منه الخلود في النار، وأن الجنة عليه حرام، كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل خاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومما يجب على المسلم أن يحذر من الشرك أشد الحذر. إن كان أبو الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام كان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف بمن هو من دونه؟ فهو من باب أولى أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على التوحيد وأن يجنبه الشرك. والشرك يا معاشر الإخوان هو أسوأ الذنوب وأقبح الذنوب، وأعظم ما يعصى الله عز وجل به هو الشرك. وهذا الشرك لا يخرج إما أن يكون شركاً أكبر أو يكون شركاً أصغر. والشرك الأكبر لا يخرج عن أربعة أقسام. الأول هو شرك الدعوة، وهو ما يسمى بشرك الدعاء، ولذلك قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله عز وجل وحبط عمله وخرج من دائرة الإسلام. ولذلك جاء عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، فمن يأتي عند أصحاب القبور فيدعوهم من دون الله جل وعلا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك هو الشرك. من يأتي عند قبر البدوي أو يقول: يا علي أو يا حسين أو يا زيد أو يا عمر، فإن ذلك هو الشرك الأكبر المحبط للعمل الموجب للخلود في النار. النوع الثاني من الشرك هو شرك الطاعة، فمن أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربًا من دون الله جل وعلا. فقد قال الله جل وعلا، يقول جل وعلا في هذا النوع من أنواع الشرك: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله. لما سمع هذه الآية عدي بن حاتم رضي الله عنه كما عند الترمذي في سننه قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: أوليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. فمن أطاع أحداً من الخلق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه رباً. الشرك الثاني شرك المحبة، فمن أحب غير الله محبة تساوي محبة الله أو تفوق فقد اتخذه رباً، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله. أما الشرك الرابع فهو شرك النية والقصد، فأن يقصد بعبادته غير الله جل وعلا بقلبه تعظيماً له وإجلالاً له، وأن يصرف شيئاً من العبادة له، فإن ذلك محبط للعمل. فالشرك الأكبر لا يخرج عن هذه الأقسام الأربع. وأما الشرك الأصغر، وقد يتهاون يا إخواني كثير من الناس لما يسمع قول العلماء شرك أصغر فيظن أن الأمر يسير، وقد نص بعض العلماء على أن الشرك الأصغر لا يغفر، أنه لا يغفر، بل قال بعض أهل العلم أنه محبط للعمل وموجب للخلود في النار. ولذلك الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر. إن كان الذي يموت
وهو متناول للربا أو الزنا أو شرب الخمر أو يأتي بكبيرة من كبائر الذنوب أن أمره إلى الله جل وعلا إن شاء عذب وإن شاء غفر له، فكيف من يأتي بالشرك الأصغر؟ ولذلك الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: شرك أقوال وشرك بالأفعال. شرك الأقوال كالحلف بغير الله عز وجل، أو قول ما شاء الله وشئت، أو قول البعض المشهور اليوم عند البعض يقول لولا وجود الكاميرات في البيت لسرقنا، لولا كذا لوقع كذا، لولا وجود الحراسة لسرق البيت. قل لولا الله ثم وجود هذه الكاميرات نقول نعم. وكذلك منه الحلف بغير الله عز وجل، ومع كل أسف أن الحلف بغير الله مشتهر عند البعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من كان حالفا فليحلف بالله. وجاء في رواية: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود وغيرهم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله عز وجل إما بالآباء أو الأمهات أو بالنبي أو بزيد أو بعمر أو برأس الأم ورأس الأب فإن ذلك من قبيل الشرك. كذلك الحلف، حلف بعض الناس بالأمانة، فقد جاء عند أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بالأمانة فليس منا. فإذا أراد العبد أن يحلف فليحلف بالله جل وعلا، ولا يحلف أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، كأن تقول وعزة الله وجلال الله وعظمة الله، فإن ذلك لا حرج فيه. ولذلك من الخطأ المشتهر عند البعض أن بعض الناس يحلف ويقول: أقسم برب القرآن، أقسم برب المصحف، وهو يريد كلام الله عز وجل، فإن ذلك خطير جدا. فمن حلف برب المصحف جاء أو رب القرآن جعل القرآن مربوب، يعني مخلوق، ومن قال أن القرآن مخلوق فإنه كافر. ولذلك يجب الحذر من مثل هذا اللفظ الذي نسمعه اليوم ويتناوله بعض الناس، وهو خطير جدا. فلو قال العبد وكلام الله والقرآن فإن ذلك جائز، لأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، والحلف بصفة من صفاته عز وجل جائز، والكلام صفة من صفات الله فلا حرج في ذلك. لكن أن يقول أقسم برب القرآن قياساً على أقسم برب الكعبة فهذا قياس مع الفارق، فإن الكعبة مخلوقة، وأما القرآن فهو منزل غير مخلوق. ولذلك يجب الحذر من مثل هذا الحلف الموجود عند بعض الناس. كذلك من الحلف القبيح الذي يتناوله بعض الناس قول البعض: علي الطلاق أو علي الحرام. بل إن البعض يا إخواني يحلف بالحرام وهو لا يعلم ما هو مراده، فإن العبد إذا قال علي الحرام فإن الأصل أن ذلك الظهار، أن زوجتي علي حرام. وإن حلف بالطلاق فكذلك هو أمر محرم، لا يجوز الحلف. من كان حالفا فليحلف بالله جل وعلا. وهذا من الأمور الخطيرة المشتهرة عند بعض الناس. أيضا من حلف بالطلاق فهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ هذه المسألة يا إخواني يجب الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، إلى المحاكم الشرعية المتخصصة بشؤون الأسرة، فإن القاضي هو المخول بالفتية في مسائل الطلاق خاصة. فالحذر الحذر أن يسأل عن مسائل الطلاق كل أحد. وبذلك قد جاء توجيه من سماحة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان قديما، وكذلك سماحة المفتي وغير من العلماء بعدم الفتوى في مسائل الطلاق، ولا بد أن يرجع في مسائل الطلاق إلى الإفتاء. فمن أو كذلك المحاكم الشرعية، فمن حلف بالطلاق نقول هذا حلف محرم، وعليك أن تتوب إلى الله ثم عليك أن تراجع الجهات المختصة للنظر هل يقع الطلاق أو لا يقع. كذلك من أنواع الشرك الأصغر التطير، وهو قد يكون لفظا باللسان وقد يكون بالفعل. فكان قديما إذا أراد الرجل أن يسافر أو أراد أن يتزوج أو يقدم على أمر ما ثم احتار فيه، فإنه يأخذ الطير ثم يرسل هذا الطير ويقول له كلمة مشهورة اليوم عندنا: خير يا طير، خير يا طير. فإذا اتجه هذا الطير إلى جهة اليمين مضى وسار على ما أراد، وإذا اتجه هذا الطير إلى جهة اليسار تشاءم ورجع، والطيرة ما أمضاك أو ردك. كذلك البعض، وهذا قد يكون في بلادنا قليل، إلا أن البعض قد يجعل شيئا من القرعة في ذلك، فيقول أجعل قرعة
أخرج أو لا أخرج، أسافر لا أسافر، بعد بيديه أو بأصابعه أو بحصى أو بنحوه، فإن ذلك من التطير الغير مشروع. ومن الأفعال أيضا في التطير، إذا أراد الرجل أن يسافر، وهذا موجود، إذا أراد الرجل أن يسافر فخرج من بيته فرأى إحدى إطارات السيارة قد تعطلت، ثم قام بإصلاحها، ثم عند خروجه من حيه أو من بيته من مكانه تعطل الكفر الآخر، تشاءم ورجع وقال هذه سفرة فيها شوم، ثم رجع، فإن هذا من التطير، وعلى العاقل أن يحذر منه. من صور التطير أي من صور الشرك الأصغر وهو شرك الأفعال، تعليق التمائم، أن تعلق التمائم على الأبناء أو على الدواب أو على البيوت أو في السيارات الآن، فيجعل هذه التميمة يزعم أنها تدفع العين عنه. وإن البعض من الناس يا إخواني قد يضع صورة الكف في سيارته، ولو تأملت هذا وقد رأينا هذا، قد وضع فيها رسمة عين كتب فيها صورة الفلق، فإذا وضعها في سيارته قال أنها ترد العين، أو يجعلها على بيتي عند البناء، فإذا ذبح شاتاً عند بيتي وإن كان هذا غير مشروع فإنه يلطخ يده بالدم ثم يضعها على الجدار يزعم أن ذلك يرد العين عنه. والبعض قد يجعل على بيتي أو على الدابة شيئاً من النعل أو نحوه يزعم أن ذلك يرد العين، فإن هذا هو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. فإن تعليق مثل هذه الأمور على الدواب أو على الأبناء سواء كانت من الخيوط أو كانت من غير ذلك من الحديد ونحوه، فإنه من هذا القبيل الذي لا يشرع، وهي تمائم. كذلك مما شاع وانتشر عند بعض الشباب لبس الأساور، لبس الأساور لا يخرج عن ثلاثة أحكام: إما أن يكون كفر أكبر، وإما أن يكون شرك أصغر، وإما أن يكون محرم، فهي على هذه الحالات الثلاث لا يجوز للرجل أن يلبس. فإن اعتقد أنها بذاتها تجلب النفع أو تدفع الضر فإن هذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب لرفع البلاء أو دفعه فإن ذلك شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها من باب الزينة فإن ذلك محرم، لأنه لا يخلو من أمرين: إما تشبه بالنساء أو تشبه بغير المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن كما في الصحيحين من تشبه من الرجال بالنساء، والمشهور أن لبس الأساور لا يكون إلا للنساء فإنه محرم، أو كذلك يكون تشبه بالكفار وقد نهينا عن ذلك كما عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز لبس هذه الأساور، ويجب إنكارها على الأبناء الذين نراهم قد يعني يلبسون هذا، فيجب الإنكار عليه إن كان ابنا، والنصيحة إن لم يكن من ما يجب عليك الإنكار عليه باليد. فهذه الأساور هي من هذا القبيل، وقد يزعمون أنها تسحب الكهرباء أو غير ذلك، فإن هذا يحتاج إلى استشارة طبيب، وكذلك أن يكون مريضا وعليه أن يراجع دار الإفتاء ليسأل كبار أهل العلم عن ذلك هل هو جائز أو لا، فالحذر أشد الحذر من هذه الأنواع. فكذلك من أنواع الشرك الأصغر الرياء، أن يقصد العبد بعمله ثناء الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمود بن لبيد عند أحمد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالحذر، الحذر يا إخواني من الشرك بأنواعه، فيجب علينا أن نتعلم أحكام الشرك حتى لا نقع فيه، وأن يعلم الرجل منا أهل بيته حتى لا يقعون فيه، فإنه يكثر عند النساء خاصة وعند الأطفال الحلف بغير الله جل وعلا أو غير ذلك من أنواع الشرك. فإن الواجب علينا أن نتعلم وأن نعلم، وأولى من يعلم الإنسان هم أهل بيته، أن يعلم أهل بيته من الأبناء والبنات، ولا نربي الأبناء على اليمين وعلى الحلف وكثرة الحلف، بل إن الله عز وجل أمرنا قال: واحفظوا أيمانكم. فلا يحلف الإنسان على كل شاردة وعلى كل واردة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: البينة في حال المطالبة والمرافعات، قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمشاهد المتأمل الآن عند كثير من الناس اليمين مباشرة عنده، وهذا أمر
لا يجوز على الإنسان، فهذه يعني جملة من أحكام الشرك الأصغر والأكبر الذي يجب علينا أن نتنبه وأن ننبه منه. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، كما أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا وتقا وصلاحا وهدى. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.